أهلا بكم، أنا زينة صوفان من دبي ومعي خارطة المال. نلاحق من خلالها يوميا تداعيات أزمة كورونا على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. إنه اليوم الأول من الربع الثاني من 2020 وبداية العد العكسي للحظة الحقيقة في بيانات الربع الأول ونتائج أعمال الشركات بعد الشلل الذي ضرب محركات الاقتصاد العالمي جراء أزمة فيروس كورونا. استمرت التراجعات في آسيا اليوم، حيث وصل انخفاض مؤشر نيكي الياباني إلى أكثر من 4%، بينما كانت السوق الأسترالية الرابح الوحيد في الجلسة. وقد ضغط على الأسواق استطلاع البنك المركزي الياباني الذي كشف عن تشاؤم قطاع الأعمال حيال قدرة الاقتصاد على تفادي الركود. وهذه نظرة على إغلاقات الأسواق الأوروبية اليوم، تراجعات تعم هذه الأسواق. قطاع السياحة والسفر يقود الخسائر بتراجع تجاوز 6%، بينما انخفضت أسهم قطاع البنوك في بريطانيا بأكثر من 5% بعد إعلان المصارف عن عدم توزيع أرباح في 2020 تلبية لمطلب البنك المركزي. الأسواق الأمريكية في الربع الأول خسرت أكثر من 23% من قيمة الداو جونز و20% من قيمة الأس أم بي 500. معي عبر سكايب من أبوظبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في FPS. نور، كيف تبدو لك تداولات اليوم الأول من الربع الثاني في وول ستريت؟ يبدو أنه البداية حمراء بامتياز. حمراء وحمراء جدا. خلال جلسة تعاملات اليوم شهدنا قبل قليل أو قبل دقائق كنا حوالي تقريبا على تراجع بحوالي 1000 نقطة لمؤشر داو جونز، أكثر من 100 نقطة بالنسبة لأس أم بي. تأتي هذه التراجعات أيضا بعد حديث والتحذير الذي كان أيضا بشكل واضح وأيضا متشائم بشكل كبير من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال يوم أمس. هذا الشيء الذي أدى من جديد إلى عودة للتراجعات على جميع المستويات. معظم القطاعات اليوم أو الأحد عشر قطاع اللي أسهم فيه على تراجعات. يبدو من جديد أنه أيضا الأسواق تعود مرة أخرى لتسعير المزيد من الأخبار السلبية على الأقل من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا فضلا عن موسم نتائج الشركات التي ستبدأ بالإعلان عن نتائجها خلال الساعات القليلة المقبلة. نور، ابقى معي، سأعود إليك بعد قليل. وإلى أسواق النفط، حيث قالت روسيا إن وزير النفط بحث مع نظيره الأمريكي التعاون المشترك في ملف الطاقة انطلاقا من حقيقة أن انخفاض الطلب وفائض الإمدادات يشكلان مخاطر كبيرة على الأجل الطويل. وقال الكرملين أن لا محادثات تجري مع السعودية في الوقت الحالي في هذا الصدد. في هذه الأثناء وكالة رويترز ذكرت أن إمدادات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا، بينما توقع خبراء أن تستمر المملكة في ضخ النفط ريثما تستنفذ قدرة التخزين العالمية بالكامل بحلول منتصف شهر مايو. وشركة أرامكو في رأس قائمة البلو تشيبس أو الأسهم الذهبية في السوق السعودية. أداء القائمة جاء سلبيا في الربع الأول. نرى التراجعات الأكبر على سهم البنك الأهلي التجاري ب 28.6%، سابق 24.8%، بينما انخفض سهم أرامكو ب 14% خلال الربع الأول. من ناحية أخرى، جاء الأداء الأفضل في السوق السعودية خلال الربع الأول من الوطنية للتأمين بنحو 32% من الارتفاع. ارتفع سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فيبكو ب 18.5% خلال الربع الأول. وهذا أداء الأسواق الخليجية الرئيسية خلال الربع الأول من هذا العام. السعودية منخفضة ب 22.5%، إذن هو الأداء الأسوأ منذ عام 2014. انخفاضاتنا هنا في سوقي دبي وأبو ظبي هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية. علي العدو، مدير إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، حدثني قبل قليل عبر سكايب عن القطاعات التي يبقي المستثمرون أعينهم عليها في المرحلة المقبلة. بعد الانخفاضات الكبيرة اللي صارت، في أكيد فرص الاستثمار، ولكن عم نطلع بالقطاعات يلي عم تكون فيها الشركات فيها فري كاش فلو مرتفع وسستينبل، وبالإضافة إلى توزيعات من خلال ديفيدنس. فمثلا مثل قطاعات تيليكومز، بعض القطاعات مثلا الكونسومر ستيبلز، نون ديسكريشنري سبيندينج، هدول القطاعات بالنسبة لنا ديفنسيف ومفروض تكون اوت بيرفورم، يعني تكون يصير فيها اوت بيرفورمانس او تعمل اوت بيرفورمانس مقارنة مع القطاعات الاخرى الموجودة بالاسواق.
حكومة دبي أعلنت بالأمس عن تقديم الدعم المالي لطيران الإمارات عبر ضخ رأس مال جديد في الشركة. الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا أشاد بهذه الخطوة داعيا باقي الحكومات في العالم إلى المسارعة بتقديم الدعم لشركات الطيران للحفاظ على استمراريتها في ظل الأسواق في ظل توقف الرحلات الجوية نتيجة أزمة كورونا. ووضع بعض المحللين التكاليف التشغيلية التي تتكبدها طيران الإمارات في حال استمر التوقف لثلاثة أشهر عند 2.5 مليار دولار على أن تصل إلى 10 مليار دولار في حال استمرت الأزمة 12 شهرا. وفي مصر طلبت شركات الطيران الخاصة من الحكومة التدخل لوقف خسائرها الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، علما أن مصر كانت قد مددت أجل تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم. وكان رئيس شركة المصرية وهي شركة طيران خاصة قد توقع أن تتكبد الناقلات الخاصة في الدولة والبالغ عددها 14 شركة خسائر بنحو 2 ملياري جنيه أو ما يعادل 127 مليون دولار جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الأعباء الشهرية لأي شركة خاصة تصل إلى 40 مليون جنيه في حال استمرت الأزمة. هذه خريطة المال، وفيها بعد قليل نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو عند أدنى مستوياته في 7.5 العام. لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم. في الإمارات قررت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة اتصالات ودو إتاحة مجموعة إضافية من التطبيقات على كافة الشبكات في الدولة حتى إشعار آخر، ليرتفع بذلك عدد التطبيقات المتاحة مجانا إلى 9 تطبيقات حتى الآن. شملت قائمة التطبيقات الجديدة جوجل هانج أوت، ميت، وسيسكو ويبكس، وأفايا سبيسز، بلو جينز، وسلاك. وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن إتاحة 4 تطبيقات شملت مايكروسوفت تيمز، سكايب للأعمال، بلاك بورد، وزوم. وعبر زوم تحدثت قبل قليل مع سعادة خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل التي تنهمك في إعداد التقارير والأبحاث حول التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية للاقتصاد الجديد، وتطلع بدور كبير في دعم بيئة ريادة الأعمال عبر برامجها ومسرعاتها. بيئة ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية لدينا ولله الحمد من جهود المؤسسة وبالفضل من الله أولاً أكثر من 10,000 رائد أعمال نتصل فيهم عن طريق شبكات وبرامج مختلفة، منها مسرعات دبي المستقبل أو برنامج تنكس أو حاضنات أخرى نتعاون معها عن طريق المؤسسة. هؤلاء رواد أعمال موهوبين ويواجهون تحديات في ظروف تحدي كوفيد-19، ولكنهم ما زالوا أشخاص موهوبين. فهدفنا في المؤسسة نتواصل معهم لترجمة مهاراتهم وابتكاراتهم إلى حلول تواجه هذا التحدي. يعني مثلا لدينا رواد أعمال نتحدث معهم في إيجاد حلول استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المختلفة لالتقاط التجمعات والتكتلات بين الناس، فهذه نقطة. أيضا لدينا شباب وشابات نتعاون معهم لأيضا ابتكارات في أسورة ممكن أيضا تلتقط المسافة بين الأشخاص، أيضا استخدام الطيارات بدون طيار لالتقاط المناطق والتقاط درجة حرارة الأشخاص أيضا. فهناك تقنيات مختلفة، هناك مواهب ومبتكرين ورواد أعمال كثيرين في الدولة نستفيد منهم. أيضا نستخدم مختبرات المستقبل لدينا في المؤسسة لصناعة أجهزة تنفس بالتعاون مع مبتكرين ورواد أعمال مختلفين. فقطاعات مختلفة نحاول نجتهد فيها لحل التحدي العالمي هذا. ولكن لابد أيضا أن نذكر بأن رواد الأعمال في البيئة الابتكارية ككل يواجهون تحدي كبير في هذه الفترة، لأن رائد الأعمال يعتمد على تمويل معين اللي هو من المحافظ الاستثمارية الجريئة أو البنشر كابيتال، وكمية الصرف لدى رائد الأعمال أو بما يسمى البيرن ريت عالي جدا. ففي فترة لا يوجد فيها الصرف ولا يوجد فيها الدخل يواجه رائد الأعمال تحدي كبير. فلا بد علينا أن نقترح ونوصي وندرس الموضوع، لأن دولة الإمارات الآن متقدمة من هذه الناحية
البيئة الابتكارية ولله الحمد والنتائج تتكلم عن أنفسها، تثبت تقدم دولة الإمارات من ناحية البيئة الابتكارية ومن ناحية الاستثمارات وقصص النجاح في الشركات الناشئة. هذه البيئة تواجه صعوبة في هذه الفترة الحرجة، فلا بد علينا أن نرفع توصيات كمؤسسة مستقبلية، نرفع توصيات لتسهيل الأمور على رواد الأعمال الذين يرون دبي والإمارات كبيئة مميزة ابتكارية. وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية قد نتساءل عما إذا كان بإمكان الواقع الافتراضي أو الفيرتشوال رياليتي أن يقدم بديلا مهما لمكالمات الفيديو. شركة HTC استعاضت عن مؤتمرها السنوي والذي كان مقررا عقده قبل أيام في الصين باجتماع بتقنية الواقع الافتراضي، وهذا ما سألت عنه عبر ويبكس دانيال خياط رئيس المنتجات في HTC الشرق الأوسط وأفريقيا. زينا اليوم أكثر من 1,100,000 شخص قدروا يحضروا الكونفرنس اللي صارت عنا لأول مرة بتاريخ الشركة، ومثل ما بتعرفي هذه الكونفرنس بتصير بتشاينا وبتصير متخصصة بالسوق اللي موجود العالم الافتراضي، واجينا أكثر من 70% من الحضور كان خارج تشاينا، ودلت الكونفرنس ل 24 ساعة لايف أونلاين، يقدروا الناس يرجعوا يفوتوا يحضروا لمدة 24 ساعة شو صار بهذا الكونفرنس. ومثل ما بتعرف اليوم شركات كبيرة عالميا مثل جوجل ديفلوبر كونفرنس، مثل الموبايل وورد كونغرس اللي كل سنة بيصير ببرشلونة، مثل فيسبوك ماركتينج سوميت، كل هالإيفنتس الكبيرة اللي كانت تصير بعالم التكنولوجي اضطروا يلغوها بسبب الوضع اللي حالي. واليوم نحن قدرنا ناخد أودينسز بجميع أنحاء العالم، قدرنا نجيب ناس بوقت من الأوقات ما كانوا يقدروا يحضروا معنا الكونفرنس يكونوا موجودين، وكان في عندها عدة إيجابيات. من أول الإيجابيات أنه اليوم قدرنا نحن نزيد نوع من الانتراكشن والإنجيجمنت وحتى الإيمرجن بقلب الإكسبيرينس، قدرنا ندخل أبعاد ثلاثية أكثر وأبعاد مجالات أكثر جديدة ما كنا نقدر ندخلها لو بدنا نعمل كونفرنس عادي. قدرنا نحسس الناس انه هني حتى لو موجودين ببيتهم بيقدروا يتواصلوا مع الكل، عملنا نوع من هابتكس، يعني اذا الناس لمست بعضها بيقدروا يحسوا ببعض. التركيز وقدره الناس على التركيز كانت عاليه وكانت 100%، لانه اليوم بالنسبه لنا لما بتكوني على فيديو كونفرنس في عندك تليفون، في عندك حدا بيحكيكي، في عندك النوتيفيكيشن بتصير، بس لما بتكوني بالفي ار انت فولي اميرسد، وهيك نحن من خلال HTC Vive قدرنا نقدم للناس بكل العالم هذا النوع من التجربة لأول مرة بتاريخها. واو فعلا. دعونا الآن نلقي نظرة على أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس في منطقة اليورو والتي صدرت قبل بعض الوقت وكشفت عن تراجع نشاط القطاع الصناعي إلى أدنى مستوياته في أكثر من 7 أعوام ونصف العام. في المقابل كشف مؤشر مديري المشتريات في الصين والذي تصدره شركة IHS Market عن نمو نشاط القطاع الصناعي في أكبر اقتصاد أسيوي خلال شهر مارس بعدما كان قد وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شهر فبراير الماضي، وقد صعد المؤشر إلى ما فوق حاجز 50 نقطة، ما يعكس التحول من الانكماش إلى النمو، إلا أن أرقام الدول الأسيوية الأخرى لم تكن إيجابية. فمؤشر مديري المشتريات في كل من جنوب كوريا واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين جاء عند أقل من 50 نقطة في شهر مارس، ما يظهر انكماش نشاط القطاع الصناعي في هذه الدول. كما صدرت قبل قليل أرقام مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة والتي أشارت إلى انكماش نشاط القطاع الصناعي الأمريكي في شهر مارس مقارنة مع نمو طفيف في شهر فبراير. وأعود بهذه الأرقام مجددا عبر سكايب إلى نور الدين الحموري في أبو ظبي. نور، بداية عندما نرى هذا التحسن في PMI في الصين، هل يصبح معناه يعني يذوب معناه نوعا ما وسط اللوكداونز التي نعيشها اليوم؟ يذوب معناه بالتأكيد، لأنه هي الأرقام أتت خلال فترة إعادة التشغيل، وحتى أنه كانت إعادة التشغيل نوعا ما جزئية حتى هذه اللحظة، لذلك الأرقام خلال الفترة المقبلة قد لا نشهد فيها أيضا الارتفاعات المنتظرة على الأقل، على عكس ما شاهدناه في دول الاتحاد الأوروبي. أيضا هناك شيء مهم، معظم الأرقام التي تم الإعلان عنها اليوم الخاصة بالقطاع الصناعي، الشيء الوحيد الذي كانت أنه معظمها أتت أقل سوءا من التوقعات. السبب في ذلك هو الطلبات من قبل الشركات أيضا الموردين من القطاع الصحي
وشركات الصناعات الطبية هي أكثر المؤشرات التي كانت أو التي قلصت من حدة الانخفاض. لذلك معظم الأرقام التي تم الإعلان عنها أتت أقل سوءا بكثير مما كانت توقعت، لكن بالنظر للأرقام لازال الطلب على أو الطلب على الصناعات الطبية هو الذي قلل هذا وهذه السلبية على الأقل. لكن بشكل عام حتى تنتهي هذه الغمامة كل الأرقام الاقتصادية من الآن حتى ذلك الحين ستشهد نوع من التخبط لن نشهد أو لم نشهد له مثيل. طيب نور، عندما ننظر إلى الأسواق وننظر إلى الأسهم المتراجعة، نقول الأسواق حسمت نوعا ما تراجع العائدات، لكن ألا تعتقد بأنه ربما فداحة الأرقام حين تظهر يمكن أن يكون لها أثر على نفسيات المتعاملين؟ بالتأكيد، لأنه كنا عندما نشهد أرقام سلبية في السابق كان هذا الشيء يعني أنه البنوك المركزية ستقوم بمزيد من الإجراءات، وبالتالي كنا نشهد ارتفاعات. هذه المرة أصبحت الموضوع مختلف تماما، لأنه حتى هذه اللحظة حالة عدم اليقين والتأثير الشامل من موضوع فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي لم نشهد له مثيل. لذلك لا أحد يعلم مدى الضرر للشركات والقطاعات بشكل كامل حتى بما فيها قطاعات التجزئة. اليوم أيضا شهدنا من المملكة المتحدة ارتفاع بمبيعات التجزئة، وذلك في ظل حالة الهلع التي حصلت في المملكة المتحدة والذهاب لشراء من قطاع التجزئة أو شراء من المحلات التجارية. لكن هذه الأرقام من جديد ستعود مرة أخرى إلى أن تعطينا المزيد من الدلائل والمزيد أيضا من المفاجآت. عبر سكايب من أبو ظبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في FPS، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ابقوا مع تلفزيون دبي، بعد قليل زميلتي نوفر رمول تكون معكم في قابل للنقاش، وحلقتها بعنوان التعليم عن بعد تفاديا لسنة بيضاء والانتشار الوباء. وهذه نهاية حلقة اليوم، لقوني غدا في نفس الموعد. أنا زينة صوفان من دبي ومعي خريطة المال.